عندها بالكون، الشومبرا الاوليه هي هذه، بيت كبيره. هذه مساحه ديالها 85 متر تيتري. كوزينه هي هذه، كوزينه ديزاين عادي. البيت الثاني بيت فيها كبارين، مساحة ديالها 85 متر، الثمن ديالها 51 مليون. كاين شويه المفاهمة، محافظة دوزيام ايطاج الطبق الثاني، كاين مسعد كهربائي. هذا البيت الثالث، بيت كبارين فيها، بيت فيها كبارين، مساحة ديال 85 متر، في صالة مزيونة. هذه الطبقة الثانية. اللي ما مشاركش في القناة يشترك في القناة ويدير لايك. 75% الناس اللي كيتفرجوا في القناة ما كيشاركوش في القناة. هذه الدوتشة، دوتشة هي عندها طويلة، جات في الطول، دوتشة الطاسة مسائل ديالها. والدخلة ديال الباب هي هذه. باقيين شي بارتمات اخرين للبيع، مساحة زايدة شوية. كاين لاسانسور، هذا هو الصالون. هذه الطبقه الثانيه، الطبقه الاولى كلشي تباع فيها، وتباعوا شي حاجه هنا في الطبقه الثانيه. هذه مساحه ديالها كنذكر عليكم 85، حيت كتبقاو دوزوا في الفيديو شي بشويه باش كتسرعوا الفيديو. الفيديو خليو تفرجوا فيه كامل، الا ما عجبكم شي الصوت سمعوا ديروا سيلونس الفيديو وتفرجوا فيه. هذه الثمن ديالها 51، وكاين شويه المفاهمه محفظه، ديكلاراسيون ماشي توتال، كاين شويه دنوار باش نذكركم، كاين شويه دنوار اللي كيقلب على ديكلاراسيون 100% ماشي في هذه الاقامه. هذه فيها شويه ديال النور صراحه الله. المهم هذه مساحه ديالها 85 متر. انا نوريكم وحده ثانيه مع الفيديو الثاني ان شاء الله، خليكم في الجزء الثاني ان شاء الله، وديروا لايك لهذا الفيديو وبارطاجيوه ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، يكون شي واحد باغي يشري. وشكرا للدعم ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه.